يا ربي دخيلك شو صار لها؟ هي ما عم تتنفس أمي، ما عم تتنفس. شو صار لها؟ خير إن شاء الله. كانت رح تكتب كتابة. اتصلوا بالإسعاف بسرعة، حدا يتصل بالإسعاف. خير شو صاير؟ أمي اتصلي بالإسعاف. مسكينة الصبية، الله يحفظها. هزال سان جاك ماتت بالقارب هداك اليوم، واللي موجودة هزال ديمير أغلو. ما رح أوقع، رح ضل واقفة على رجلي، ما رح أضعف وانهار، رح حاسب اللي ساووا فيني هالشي ورح دفعون الثمن. خلينا نرفع مستوى الأكسجين. ارفعي من بعد إذنك. أرماك بترجاكي أصحي يا أختي. يلا اعملوا شي مشان الله، اعملوا لها شي. قلب المريضة فات بحالة جمود، ما عاد في لا ضغط ولا نبض. أرماك، فاتت بالأريستا. شو يعني؟ أنت شو قصدك؟ أرماك، أختي. عطية أدرينالين. أختي ردي علي، فتحي عيونك بترجاكي، فتحي عيونك. ضغطها نزل كتير يا دكتور. جاهزي الأدرينالين. تحملي يا أرماك. ما في فايدة، أعطيني جهاز الكهرباء. مية وخمسين. جاهز. ميتين. ما في فايدة. تحمل. 360. تحملي يا أرماك. جاهز. بترجاك. 360. شوفي أمي، اتصلتي فيني كذا مرة. بنتي ليش كان مسكر موبايلك؟ صار لي ساعة محاول اتصل فيكي. ما انتبهت إنه كان مسكر. شوفي خير، ليش هيك صوتك؟ هازال، أرماك تعبت كتير ونقلوها على المستشفى. شو؟ وأنتي من وين عرفتي هالشي؟ خلص عرفت. لو تشوفيها ما كانت قادرة تتنفس لما حطوها بسيارة الإسعاف. عأي مشفى؟ ما بعرف. طيب سكري انتي، هلأ أنا بعرف. خبريني شو بيصير معك. ماشي بخبرك. ماشي. يا ربي تتلطف بهالبنت. بنتي بنتي، اهدي شوي. بنتي طولي بالك. بنتي امي. أرماك امي طولي بالك. بعدوا عني. خدوها على غرفة الإسعاف بسرعة. يا بنتي نوبة ربو قوية. طولي بالك يا عمي، اهدي. خدوها فورا، ما بدنا نضيع وقت. وقف قلبها دقيقتين بالطريق وبعدها رجع اشتغل بالكهرباء. يا روحي بترجاك يا الله. تحميلي امي طولي بالك. يا رب تحميلي بنتي. بنتي بترجاك يا دكتور، بترجاك. ما
ممنوع الدخول لو سمحتوا. يا حبيبتي يا روحي. أخي شو صار لأرماك؟ أخي احكي ولا يا شي. وقف قلبها ونحن على الطريق لهون وإيديها صار وين بالك؟ مثل التلج والشراح لونه. كانت ميتة يا سنان. طول بالك أخي. كانت ميتة. يا بنتي نحن عم نستناكي، بترجاكي رجعي لنا. كل يد ما ناطرينك، بترجاكي رجعي يا بنتي. يا حبيبتي. أي هزال، هي بالمشفى، مشفى أجنار. يا الله. أمي أمي طولي بالك، لا تخافي رح تكون بخير. أمي أمي. يا ربي. ساعدني يا رب، ما فيني اتحمل، ما فيني اتحمل كل هذا يا الله، الحمل صار كبير، ساعدني يا رب. اوه انتفخوا رجلي من كتر التعب. اركض من هون لهون وتعا يا خليل وروح يا خليل. وكأني شعر بيت حصان. الواحد بيقول اهلا وسهلا يا ست ملك. معك حق، ولازم افرش لك السجادة الحمراء مو؟ ما عم صدق قدي انت رجال وقح وعديم شرف. كيف لساتك عم تخدم هيك ناس؟ عقلي ما عم يستوعب هالشي. ملك زيني كلامك منيح وعرفي شو عم تحكي. انت يلي زين رجولتك بالاول، بنتي بتعرف انك ابوها وحاملة كنيتك. كيف بتعمل حالك ما لك خبر بهالشي وبتروح تخدم عائلة دمير اوغلو؟ كيف عم تقدر تنزل لقمة الاكل بحلقك؟ يا ملك هذا الرجال صهرنا وزوج بنتنا، الشاري والبايع رضيانين، انت ليش مكبره الموضوع لهالدرجة؟ هذا ديمير اوغلو الكبير، شايلها عكفوف الراحة، وكل شي بدها اياه عم يحضر لها، عايشة أحلى عيشة، شو بدك أكتر من هيك؟ شو هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ أنت يلي أجبرت بنتي عليه، عن أي سعادة عم تحكي؟ ما شفت الشي اللي عملوا فيها هالرجال؟ طيب، بعرف إنه غلط معه، بس عوضها وعمل أحلى عروس بهالبلد. لو تركها بهالحالة ما كان أخذها لكنان ولا أي حدا. سمعت كلامي وما نزعت سمعتها. بدي فوت اتحمم، عرقت كتير. وقف شوي. كيف يعني سمعت كلامك؟ جاوبني خليل. ملك أرماك جوا؟ كيف وضعها؟ ما بعرف، وقف قلبها ونحن على الطريق، بس الدكاترة أنقذوها. كل هذا بسببي هذا، بسببي أنا. ليش بسببك؟ كانت مبسوطة معك كتير ومرتاحة. قلي شو صار؟ شو عملت معها؟ قلت لها شي زعلها؟
انت لساتك واقف هون عم تستنى من دون خجل ولا طول بالك بعدي من وشي تركيني اهدى شوي فوراً كيف بدي اهدى اختي جوا عم تموت بسببه لهذا الوقت ما رح يصير علي شيء اهدى شوي هذا لا المكان ولا الوقت المناسب لهالحكي بالعكس هذا الوقت المناسب انا لازم خلص عليك هلا بكفي بنتي هلأ بين الحياة والموت بتعرف هالشي؟ أمي كل يلي صار مع أرماك صار معها بسبب هذا الرجال كل النوبات اللي صابتها بعد ما تعرفت عليه رح نخسر أختي بسببه يا أمي اسكت بقى بكفي لا منافستكن ولا شركتكن ولا عشقكن ولا شي من هدول بيهمني ادعي إنه ما يصير لهالشي لأختي وإلا ما في حد رح يقدر يفلتك من إيدي عملك تحكي جاوبني كيف بتعرف الشيء اللي عمله فراري من الأول؟ ملك تركي تيابي كيف قدرت تعمل هيك شيء ببنتي؟ الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة وينتقم منك واحد واطي ملك عم قلك تركيني أنا ما بعرف شيء ليش هلا قلت هالشيء لكان؟ قلت سمعت كلامي وتزوجت كنت بتعرف؟ ملك كنت بتعرف من الأول يا واطي كنت بتعرف؟ اهدي انت شوي انت واحد كذاب وبلا شرف بعدي عني يا مرة تركيني أنا ما بعرف ما عندي علم شيء ملك كنت بتعرف الشيء اللي عمله فرال بكفي بقى بكفي لولاي أنا شو كان صار ببنتك حتى كنان ما كان رح يقبل ياخدها بس بفضلنا صارت صاحبة بيت وما توسخت سمعتها الله يلعنك يا خليل الله يلعنك وينتقم منك يا مرة نحن عملنا معروف معها خليناها تصير ست قصر ديمير أوغلو الكبير الله يلعنك ويلعن عيلة ديمير أوغلو ملك ضيعتوا بنتي انتوا اتفقتوا مع بعض ودمرتوا لحياتها لهالبنت انتوا اللي عملتوا فيها هيك ملك اهدي شوي رح دفعك الثمن رح تدفع ثمن الشيء اللي عملته ببنتي ملك حاجة خبصي شو عم تعملي رح خلص عليك بيدي رح دفعك الثمن وحاسبك على الشيء اللي عملته ببنتي يا خليل بابا رح حاسبك انت شو عم تعملي شو مشكلتك فيني افهم شو اللي بدك اياه من بابا قولي لي زودتي كتير لانك شو بدك تعملي بدك تقتليني اه اطلع لبرا اطلع من هذا البيت خليل اطلع ولا عاد ترجع عليه مره تانية ماشي انت اهدي بنحكي بعدين نقلع لبرا انتي شو مشكلتك معنا؟ مع بابا ومعي كمان؟ ايه برو تركيني هلأ ماني رايقة ليش انتي امتك انتي رايقة اصلا؟ انتي وبنتك ما بتخلص مشاكلكن لا ليل ولا نهار ايه برو روحي عرفي شو عمل ابوكي وبعدين احكي هيك كل اللي عم يعمله بابا عم يعمله كرمالنا نحنا بس انتي حتى الامومة ما عطيتيني اياها ايه برو عم اكذب؟ ما بيهمك غير هزال أما أنا إن شاء الله عمري مو شايفة حدا قدامك غير بنتك الأميرة هازال إبرو بنتي أنا بعمري ما فرقت بينك وبين هازال أبداً صح مو أنا ولدتك بس أنا يلي ربيتك بنتي هاي بنتي كيف عم تقلي إنه ما في أمل أبداً دكتور أنا كيف بدي أقدر أتقبل هالشي؟ أرماك هي روحي هي كل اللي بملكه سيد أورهان ما فيني أتحمل بتدوب بين إيدي وتنطفى مثل الشمعة قدام عيوني ما فيني أتحمل هالشي أعمل أي شي لتخليها تعيش بترجاك أعمل أي شي بترجاك رح أخذها لبرا البلد رح أخذها وسافر فيها لعند أحسن دكاترة بالعالم وإذا رح تتعافى أنا مستعدة أعطيها روحي شوفي يا ست جينان هذا الشي ما رح يفيدك بشي غير إنك رح تعذبي أرماك المرض بآخر مراحله خليها تعيش آخر أيامها ببيتها وبين أحبابها وتحس بالأمان معهم لا
أكيد في شي حل يا دكتور، أكيد في شي حل أو علاج لهالشي، أنا ما فيني استسلم. طبعا في علاجات تجريبية، بس ما رح تنفع بشي غير بإنها رح تتعذب أرماك. صدقيني المعنويات ما بتوقف تقدم المرض، بس بتبطئه. قضوا وقت قد ما بتقدروا، خلوها تعمل كل يلي بدها إياه. دكتور إلي طلب عندك، ما بدي أي حدا بالعيلة يعرف بهذا الوضع، ما بدي حدا يزعل وتتكركب حياته بسبب هالشي. ايه ربيتيني، بس طبعا ربيتيني بمعيه بنتك هزال، ما كان بهمك لا انا ولا بابا. وشو صار هلا؟ صار بابا هو المذنب بكل شي صار مع هزال، مو هيك؟ بنتك هزال هي يلي راحت لعند فورال وهي عم تضحك وتلعب، لما شافت حدا غني كتير صار يهتم فيها، فقدت عقلاتها. ايه برو، ما كان بهمها لا كنان ولا اي حدا تاني. ايه برو سكتي، هي حقيقه بنتك، تقبلي هالشي، هي اللي باعت حالها كرمال المصاري. خلاصي بنتي، أنا بكرهك كتير، ما عاد بدي أشوف وشك مرة تانية أبداً. ما عاد اتحمل اكثر، رح روح واحكي مع الدكتور، خليه يحكي لنا عن وضع ارماك بصراحه. لوين فورال؟ بدي احكي مع الدكتور، بدي اعرف وضع اختي ارماك. لا ما في داعي، انا حكيت معه. ايه وشو قال لك؟ شو صار؟ شو وضع ارماك؟ أمي قولي لنا شو يلي قال لك يا الدكتور. قال إنه أرماك عم تمر بفترة صعبة كتير، ونحن لازم نعمل كل يلي منقدر عليه مشان نساعدها. ماشي؟ أمي لا تحكي بالألغاز، قولي يلا أحكي. رح روح اسألهم ايمتى منقدر نشوفها. أرماك ما أنا منيحة، أنا بعرف. خليكي جنبي هذا، بترجاكي لا تتركيني بنوم. رح حاسبك على هالشي اللي عملتيه يا ملك، انتي وهازال كل حدا استخف فيني، كلكم رح تدفعوا الثمن.
ملك بنتي شو صاير؟ لا تسأليني، يا ريتني متت وما شفتها اليوم. شو صار بنتي احكي لي؟ خلاص بحكي لك بعدين، ضايق نفسي هلأ، خليني شم هوا. يلا تعالي نمشي. لا أحب أمشي لحالي، محتاجة ضل لحالي لو سمحتي. الله يكون بعونك بنتي، ما ضل شي بهالدنيا إلا وصابة. الصبح نظفت هون، شو رجع اتوسخ كمان؟ اف يا الله يا الله. عزيز مرحبا عمتي. اهلين. ملك بالبيت شي؟ هلا طلعت، لسه ما لحقت تبعد كتير. خير شو بدك منا عزيز؟ اسمعني، هي اصلا مو منيحه، لا تزود عليها. سمعتني عزيز؟ عم بحكي معك عزيز. حسبي الله ونعم الوكيل. ليش هيك عم بيصير معي يا رب؟ حتى بنتي ما ألا حظ بهالدنيا، ما قدرت أقدم لها السعادة بحياتها. عزيز بنتي يا روحي، يا حبيبة أخوكي كيف صرتي؟ يعني أحسن أخي. أرماك خفنا عليك كتير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سنفورتي يا أميرتي أنتي. كنان، وين كنان؟ واقف برا معدوله بدي شوفه. أرماك لساتك عم تفكري بهالرجال أختي؟ هو اللي وصلك لهالوضع. بدي أحكي مع كنان أمي. ماشي خلونا نطلع. أمي شو هذا اللي عم تقولي؟ قلت خلونا نطلع فورال. أرماك بدها تشوفك. لهلأ عم تفكر فيه رح جن أنا. أخي خلص لا تزودها بقى، أختنا نفدت من الموت. طالما هالرجال رح يضل حواليها أختي رح يصير معها أكتر من هيك، عم تفهموا؟ وانتي أمي جنيتي، كل ما حاولت بعد هالرجال عن أرماك ترجعي انتي بتجمعيهم سوا. هلأ ما عندي شيء أهم من طلبات أرماك ورياحتها النفسية، عم تفهم؟ لا انت ولا كنان ولا مرتك. هلأ بنتي مريضة ومن هلأ لتتعافى كلياتنا رح نتعاون لسعادتها، عم تفهموا؟ صرتي أحسن هلأ؟ أحسن. شو صار ملاك؟
ما بدك تحكي لي؟ ليش كنتي عم تبكي؟ كتير عندي أسباب بتخليني أبكي عزيز. لازم تستغرب إذا شفتني عم بضحك. خليني روح هلأ. لا تروحي. خليكي شوي. في شي بدنا نحكي فيه. صرتي أحسن؟ لا. طيب بشو عم تحسي؟ بدك روح نادي للدكتور يعني ناديله؟ الدكتور ما رح يقدر يعمل شي. أنا مشكلتي بقلبي يا كنان. ليش عملت هيك؟ انت يلي قلت لي نتزوج، انت يلي علقتني فيك وطلبت نتزوج. ليش عملت هيك؟ رح تتراجع وبليلة عرسنا، ليش عملت هيك؟ أنا بعتذر أرماك. أنا ما كان بدي زعلك أبداً. أنت ما رح تحبني مثل ما حبيت هازال. بعرف هالشي، بعرف. بس أنا حبيتك رغم أني بعرف هاي الحقيقة، بس كنت راضية بالشي اللي عطيتني اياه. كنت مبسوطة بوجودك جنبي. ليش عملت فيني هيك كنان؟ ليش لعبت بمشاعري؟ ليش يا كنان؟ طيب نحكي بهالشي بعدين ماشي؟ لازم تتعافي هلأ. لا تفكري بشي لحد ما تطيبي. حتى لا تفكري فيني، فكري بحالك وبس أرماك. فكري بس بحالك وعديني أرماك. ما فيني. دكتور قال إنه قلبي وقف شوي وبعدين رجعت للحياة. انت كنت بعقلي حتى لما كان قلبي واقف كنان، حتى لما كنت رايحة للموت كنت عم فكر فيك واخذ خيالك معي يا كنان. أنا ما بستاهل حبك أرماك. ما بيهمني هالشي كنان. حتى لو كنت أسوأ رجال بالعالم، لما بتطلع فيك بحسك بريء كتير وقلبك طيب ونظيف كتير.
حتى أنت ما فيك تخليني أتخلى عنك حبيبي كنان. ما عندي أي شيء أقوله، ما فيني برر لك أي شيء عزيز. ترك لي إيدي. عندي سؤال بدي أسألك يا ملك، ليش خفيتي عني بنتي كل هالسنين هاي؟ قلت لك كذا مرة عزيز، هاي مانا بنتك، ما رح تتغيري أبدا. بتبعدي عيونك عني لما تكذبي علي، وبيحمروا خدودك. اترك ايدي عزيز. ما راح اتركها، تركتها لمرة وراح 26 سنة من عمري. تعذبت وعانيت من وجع الحب، وانحرمت من بنتي ومن ريحتها وضحكتها. هلا ما رح اتركها. لا تسألني شي عن هالسنين عزيز، اسأل حالك. انت يلي رحت من دون ما تودعني وتركتني بنص الطريق. انت يلي تركتيني ورحتي، كتبت لك رسالة بإني رح اهرب، ليش ما اجيتي؟ رسالة شو عزيز؟ ما وصلني لا رسالة ولا شي. كيف ما وصلتك؟ كتبتها بإيدي وبعدت لك إياها، قلت لي خلينا نهرب برات البلد ونتزوج. بحلف لك عزيز، أنا ما وصلني شي منك. نطرتك كتير ملك، ضليت ناطرك للصبح، فكرتك استلمت الرسالة. لو استلمتك انت اجيت عزيز. انت بتعرف كتير منيح قد ايه كنت بحبك، كنت عندي اغلى من روحي، كنت ابو الطفل اللي ببطني. كنت اذا بتقلي موتي بموت، كيف ما بدي روح معك؟ يا الله اللي صار فينا يا ملك، ليش هيك صار معنا؟ ضيعنا كل عمرنا. أنا بس يلي ضيعت عمري عزيز، ضليت أنا والطفلة يلي ببطني. خليل اهتم فينا، اهتم فيني أنا وبنتي. تزوجت رجال ما بحبه بس من شان ردله جميله علينا. انت تزوجت وصار عندك ولدين، ثلاثة، في وحدة منهم بس من دمي، هزل. انا تبنيت ايجا واكين. ايه من بعدك ما تزوجت ولا فكرت اني اتزوج يا ملك. انا بعدك قفلت قلبي وابوابي على الحب، عم تفهميني؟ بنتك كانت رح تقدر تعمل الشيء اللي أنا عملته يا ست ملك؟ كانت رح تقدر تبيع يلي بتعتبرها أختها مشان حبها؟ بس أنا عملت هيك،
وماني ندمانة على هالشي. وهلأ استني علي، لسه في ناس على الدور بدي انتقم منهم، وأنا رح انتقم منهم واحد واحد. ولما رح يجي الدور لعندك رح خليك تدفعي الثمن انت كمان هازال. وهلأ عرفتي كل شي يا ملاك. هذا يلي صار معي، ضيعنا 26 سنة من عمرنا بسبب ولا شيء، وبنتنا كمان. لازم من بعد هلأ نعوض كل شيء خسرناه. ما بعدنا. شو بدي أقول لك عزيز؟ ضيعنا 26 سنة، خلص العمر، ما عاد في داعي هلأ نحكي أي شيء. رح نقدر نعوض اللي خسرنا؟ نحن تأخرنا كتير على الحكي عزيز وعن إنه نسمع. ما عاد في داعي لشي عزيز. بس أنا لساتني بحبك مثل أول يوم، هذا ما له أهمية؟ لساتك بتحبني لكان؟ ورح ضل حبك لآخر نفس بعمري، رح ضل حبك ليوقف قلبي، ما رح تنطفى نار حبك بقلبي أبدا. إذا كنت بتحبني لا عاد تطلع بحياتي مرة تانية، وبعد عن بنتك وعني كمان، لا تقلب لنا حياتنا. هاد أحسن شيء إلك وإلنا. أهلا وسهلا أحمد. أهلا فيكي إبرو. صوتك ما عجبني كتير على الموبايل، لتكوني كنتي عم تبكي؟ أنا متضايقة كتير أحمد، أصلا مشان هيك قلت بشوفك، بركي منشكي همومنا لبعض. مين يلي مضايقك؟ هاد يلي اسمه سنان؟ لا هو ما إله علاقة. منيح. تخانقت أنا وأمي ملك. شو صار؟ فينا نطلع نحكي برا؟ حاسة الحيطان عم تكبس على نفسي ومو قدراني أحكي أبدا. طيب منروح. يلا رح أجيب شنطتي. هذا عم يلعب بأرماك لعب، بس أنا ما رح خليه ينفوت بعملته أبدا. فورال طول بالك، بكفي تتعافى بالأول وبعدها بتقعدوا وبتحكوا. سمعت شو قالت أمك؟ أنت مين اللي خبرك؟ كنان ما؟ شو علاقته هو؟ أمي اتصلت، ممكن يكون كنان هو اللي خبره. أمك كانت هنيك أصلا. ما فهمت، كيف أمي كانت هنيك؟ كانت عم تحضر العرس؟ ايه، لما رحت لعندهم شفت امك كانت جنب كنان.
لما شفتها بهالحالة ما عرفت شو بدي ساوي وقتها، ولما شفتها لابسة الفستان وكانت بين إيدين كنان وما عم تتحرك. وينك انت يا اخي؟ كنت هلا رح اتصل فيك، رايح على البيت. طيب اخي روح وانا هلا جاي، لازم نحكي شوي. تمام فهمت، مع السلامه. معلم هيك مو عم تتسرع شوي؟ بالنسبة لحدا تأخر 26 سنة فما بيكون عم يتسرع. في شي خبر عن إيجا؟ لا. شو كان اسمها هي رفيقتها؟ هاندا؟ كانت تروح لعندها لما تتضايق، حكيت معها؟ ايه اتصلت فيها من شوي حكيتها. كل الهموم بتجي فوق بعضها. اوف اوف عزيز توبراك، ما بعرف كيف بدي حل كل هالمشاكل. صحة وهنا يا شباب. تفضل عود معنا. أهلين كنان. أهلين أخي. حاجة تطلع هيك حافظ. هذا هذا حلو كتير ومبين غالي. هو بصراحة أنا اشتريته من قبل، بس اليوم حبيت أعطيك إياه. لبسني إياه. طيب شكرا كتير أحمد. لا بقلي كتير، لبقلك كتير. تفرج على وضعنا من زمان. أحمد يلي ما كان معه مصاري حتى ليطلب شاي قاعد هلأ عم يأكل بأفخم مطعم بالبلد كله. صح على كل. شو صار بينك وبين أمك ملاك؟ شو بده يصير؟ بالأخير هي مرت أبي، بدها تنتقم مني بأي طريقة. لا تقولي هيك إبرو، ملك مستحيل تعمل هيك شيء. كل هالسنين ما فرقتك عن هزال أبدا. أنت ما بتعرف شيء، هي ما بيهمها غير هزال.
عم تتهمني أنا وبابا أنه نحن السبب أنه تركت كينان وتزوجت فورال. إيه بس شو علاقة هالشي فيكم؟ ما بعرف، هي بس بدها شي لتتهمنا فيه. أحمد، أنتوا لسه ما بتعرفوا وجه الحقيقي. أنا تعبت منها، تعبت. قصة ملك ما بتسمح نحكي شي عن بنتها، بس أنا بعرف كل شي من الأول. هازال كانت دائما أحلامها عالية، من هي وصغيرة كانت دائما تقول بدها تعيش حياة عز، ولما شافت فورال علقته فيها. أنا شو ذنبي بهذا الشيء؟ طيب لا تزعلي، أنت كتير طيب أحمد، شكرا لك. لحقناها بآخر لحظة، كانت رح تموت قدام عيوني، وكل هذا بسببي أنا. قلت قبل ما نكتب الكتاب بشوي أنه بدي ننفصل، لو كان صاير لشي ما كنت رح سامح حالي طول عمري. الحمد لله على سلامتها. زعلت كتير على هالبنت المسكينة، بس من الطرف الثاني فرحت كتير لأنه هالزواج ما تم. ما رح أكذب عليك، هذا القرار الصحيح. ما بعرف خال، ما بعرف، ما عاد أفهم شي من شي أبدا، ما عاد عرفت شو هو الصح وشو هو الغلط. طلع فيني، ما رح أعيد هالشي مرة تانية. لا أخي، مستحيل. نار الانتقام اللي جواتي حتى لو حرقتني ما رح أقدر أحرق أرماك فيها. اصلا هالبنت بتحبني بكل براءة وصادقة معي كتير، ما فيني استغلها بهالشي. خليها تتعافى، بعدين بلاقي شي طريقة وبشرح لك كل شي. طيب وهازال؟ هي مبسوطة، حتى ما عرفت شو بدها تعمل اليوم مشان تواسي جوزها. مبسوطة بوضعها، ما عدا مشكلة. انت متأكد؟ شفتها بعيوني خال، شو بدك أكتر؟ الحقيقة مو دائما بتكون مثل ما منشوفها. ضيعت 26 سنة من عمري لعرفت هالشي. حط حلقة بإذنك من اليوم. الظاهر أنت كمان في عندك مشكلة، شوفي احكي لي. من وين بدي بلش ما بعرف. ايه وين بدك تضلي هالليلة لكان؟ رح اروح لعند هازال. ما بيصير هالشي. ليش ما بيصير؟ لانه هداك البيت مو موثوق فيه، ممكن اي شي يصير بهداك البيت. لا مستحيل، شو رح يصير يعني؟ بعدين هيك بقعد انا واختي شوي. مع هيك لا تروحي كتير على هالبيت، بعدين حتى لو رحتي خليكي حذرة، وخصوصا من هداك اللي اسمه سنان. هاد رجال كتير خطير إبرو. انتو شو مشكلتكم مع بعضكم؟ هاد الرجال حاول يقتلني. ليش؟ شو صار؟ أنا قصدي نحنا لما كنا بالدير غلطت وحاولت أشتغل مع هذا الرجال، كنت مجبور، بس هاد ما بينوثق فيه. هو تاجر مخدرات.
شو عم تقول تاجر مخدرات؟ سيد سنان؟ لا تقولي السيد لهيك رجال، هاد واحد عديم شرف، كل شي بتتوقعي منه. بنتي حاولي تاكلي كم لقمة، حاج تتعبي حالك بنتي، هيك رح تسوق حالتك أكتر. أنا منيحة ورح صير أحسن، لا تخافي. بهاليومين رح روح لمحامية وارفع قضية طلاق. عرضت البيت يلي بتدير للبيع وفي له زبون، رح بيعه ورح أفتح مطعم أنا وهازال. رح أسس حياة جديدة أنا وبنتي مع بعضنا. إيه وعزيز. عزيز ضل بالماضي عمتي، هلأ ما عاد يزبط شي. يلي خسرناه بستة وعشرين سنة ما بيرجع بهالسهولة. اللي راح راح. الخط مسكر. بمين اتصلتي؟ بإبرو. عصبت عليها وضايقتها، بس بالأخير هي بنت، شو بدها تعمل لحالها بهالليل؟ بنتي إبرو بنت أبوها، أكيد بتكون لقيت شي مكان تروح عليه. حبيبتي لا تضايقي حالك، كلي لك هلأ شي لقمة، حبيبتي لازم تهدي حالك. يلا بنتي الحلوة. بدك تضل هون بابا؟ والله إذا بتاخدي لي غرفة فندق خمس نجوم ما بقول لأ. وين بدي روح؟ وأمك قلعتني من البيت، ما عندي غير هالمكان. لا تقول عن هي المرأة أمي، أصلاً لأنك ما قدرت تضبط لسانك صار فينا يلي صار. لا تحكي معي هيك بنتي، لا تختبري صبري، قولي لها خليها تقنع أمها. إيه طيب، أنا رايحة. بنتي اشرحي الوضع لهازال، قولي لها أبوكي كيف قاعد، لازم نقدر نقنع ملك. هازال بس يلي بتقدر تقنعها، هالمرة عنيدة وما بتردع حدا. بابا مو بس هي يلي عنيدة، بالأول خليني حط هازال بكفي وملك أساساً بجيبتي، بس هلأ دور آل ديمير أوغلو. أنا ما رح فوت على هالقصر على الفاضي، وبعدين بتبقى بترجع لمرتك. حاسس في شياطين عم تحوم حواليكي، شو يلي ناوية تعمليه؟ رح أحصل عشية لهازال الهبلة طول عمري ما رح تقدر تحصل عليه، رح أخذ يلي بيستاهله. بس أنت صبر شوي، إذا قدرت أحصل عليه اللي بدي إياه ما رح تكون خادم بالقصر، رح تكون أنت أمير هالقصر. خير إن شاء الله.
هازال؟ فاضية شوي؟ هازال اسمعيني، بدي اتشكرك لأنك كنتي جنبي اليوم ودعمتيني. أنا ما بدي إياكي غير تكوني مبسوطة. اسمحي لي أعمل هالشي، اطلبي ولأفرش لك الدنيا كلها تحت رجليكي. أنا وإنت ما رح نقدر نسعد بعضنا. أنت تزوجتني وبتعرف هالشي. بعرف. ست هازال؟ شوفي، إجت أخت الست هازال سيد فورال، إجيت لخبرك. إبرو؟ إيه. إبرو، شوفي صار شي لأمي. هازال اتخانقت أنا وأمي وقلعتني من البيت، لهيك إجيت لعندك. بقدر ضل هون؟ بس إذا رح ضايقك. لا عادي، تفاجأت لما شفتك. شوفي عن جد إذا فيها إحراج لإلك أنا بدبر حالي بشي مكان. أهلا وسهلا فيكي أخت مرتي، من حطة على راسنا. قولي لهم يجهزوا الغرفة اللي تحت للأنسة إبرو بسرعة. حاضر سيد فورا. شكرا كتير ساري. اعتبري هالبيت بيتك، ضلي فيه قد ما بدك. كلك زوق. أكيد عندكم شي بدكم تحكوا رح أترككم لحالكم. عادي. شوفي يلا حكي لي. أمي فقدت عقلها هازال. لما فتت على البيت لقيتها هاجمة على بابا بالسكين، وأنا فورا صرت حاول أمنعها، وبعدين طلعت المشكلة براسي وضربتني. طلعي على شفتي. ماني عم صدق. شو السبب؟ ليش أمي عم تعمل هيك؟ أنتي السبب هازال. رحتي وخبرتي أمي بكل يلي صار. نحنا شو حكينا معك؟ هاي الشغلات بتنحكى للأم؟ هي ما فيها تشوف الحادثة مثل ما منشوفها أنا وبابا. بالأخير هي أم، وشو كان رح يصير لو ما عملتي مثل ما قلنا؟ كنا كلنا وإحنا بورطة. الحمد لله أنه ما صار شي لحدا. ما عداي أنا. لا تقولي هيك. شوفي أنتي هون مثل الأميرة، وزوجك شايلك عكفوف الراحة، وغير هيك أنت حماتي اللي بتحبيهن هازال. هاد اللي عم يواسيني إبرو. وهلأ أنت لازم تحمينا. أمي عم تلومنا أنا وبابا. أنا مو مشكلة، بس بابا ما بيقدر يبعد عن بيته ومرته بعد كل هالعمر. شو بده يعمل هالمسكين؟ احكي مع أمي هازال، قلي لأنه نحن ما قلنا ذنبي هذا الشيء، قلي لأنه هذا قرارك الشخصي. ماشي. أساساً وأنا أخذت قرار إبرو، رح كون قد حالي وما في شي رح يكسرني. لو أرماك ما صار معها هالشي بيوم عرسها لكانت تزوجت كنان هلأ. لحظة، كنان وأرماك كانوا رح يتزوجوا اليوم؟ إيه، بس تعبت أرماك ووقفوا الزواج. شو رح يصير لما رح تتعافى؟ رح يرجعوا يتزوجوا. ما حدا رح يشوف تضحيتي ومعاناتي أبدا. الكل عم يعيش حياته، وأنا رح أعمل هيك بعد هلأ. لازم تمنعي زواجهم هازال. يعني هدول إذا تزوجوا رح يضل كنان قدام عيونك على طول. هذا خطر عليكن. احكي مع فورال، خليه يمنعهم. غرفتك جاهزة ست إبرو. شكرا نيفرا. روحي ارتاحي هلأ، نقعد ومنحكي بعدين. لا تنسي يلي قلته، احكي مع زوجك. تصبحي على خير. وانتي بخير. تفضل.
حضرتك تفضلي على غرفتك وأنا رح جيب لك المي. نيفرا؟ نعم. إذا أنا مو غلطانة، مو هي إبرو يلي نزلت؟ الست إبرو رح تضل هون تستضيفنا. السيد فورال طلب نجهز لغرفة. ماشي، هذا يلي كان ناقص. بابا ما فيني امنع حالي من اني اقول لك بابا رغم كل الحقيقه، هيك تعودت اقول لك، ما فيني غير هالعاده. هلا انت كنت كتير قريب لنا، انا واكين اكثر من ابونا الحقيقي، ولهالسبب كل هالسنين ما حسينا بهالشي. لهيك لما سمعت انقهرت كتير. انا رح اروح لعند اخي بالمانيا، رح اطول كتير لارجع لاني ما بعرف اذا بدي اشفى من هالشي، وليطيب جرحي بده وقت كتير، يمكن عمر بحاله. شكرا لوجودك وللأبوة اللي قدمت لنا اياها كل هالسنين، بس انه يكون اسمي وعيلتي عبارة عن كذبة، هذا كتير عبء علي، وهذا العبء ما رح اقدر اتحمله. لهيك ما في داعي تلحقنا، اعطينا شوية وقت يمكن نقدر نتجاوزه شي يوم. معناتها سمعت إيجا حديثي أنا وجنان، وعرفت كل شيء. راحت لعند آكين. بدك روح جيبها إذا بتحب؟ لا، أعطيها فترة لتتقبل هالشي، آكين راح يفيدها. طيب بس آكين ما بيعرف شيء معلم، شو بده يصير هلا؟ إجا بنت ذكية كتير، هي رح تتفاهم مع أخوها وما رح تزعله، وأنا بعد فترة رح روح لعندهم وشوفهم. ماشي. أنا رح أجن أمي، كأنه هزال ما بتكفي لحتى جابوا لنا أختها كمان، وبكرة رح يستولوا على القصر. أنا أصلاً عم جن من تصرفات هالبنت مع سنان، كل هاد بسبب فورال. أرماك هي منيحة، لا تقلقي، عم ننفذ كل طلباتها. أنا كنت عم أتحمل هالعيلة كل هالسنين وما إلي ولا سهم بالشركة ولا كلامي مسموع، بس طبعاً الست أرماك ما حدا بيقدر يلمس لها أسهمها، حضرتها عاملة حالة المديرة. لا، وكان بدها تتزوج بأكبر عدو للعيلة بالسر، وبعد هيك نجت حالة بحيلة النوبة. عن جد مانا قليلة، وحتى هزال مو قليلة كمان، بكرهن اتنيناتن، والله بكرهن كتير. سنان، أنا أصحيك تفتحي تمك بكلمة دفنة، فيك تحكي اللي بدك يا عن الكل، ما فيني إلك شي. بس أرماك لا، إذا سمعتك عم تحكي هيك عن أختي مرة تانية والله العظيم رح طلقك، عم تفهمي؟ أهلين أمي. وينك بنتي؟ أنا برا في عندي شغلة. شوفي قوليلي. تعالي على الساحة اللي التقينا فيها ديك المرة، عندي إليك مفاجأة. مفاجأة شو؟ لا تسألي، مفاجأة. يلا تعالي. طيب رح أجي. كيفك أختي؟ الحمد لله أحسن. وين أمي؟ عندها شغل، قالت بعد ساعتين بتجي، أنتي كنتي نايمة. إذا بدك أي شي حبيبتي طلبي مني. كتبتي ساعات الدواء ست سلمى؟ إيه كتبناهم كلهم يا بيك. عرفان مأمور، أنت نظم كل شي،
رح نصير ناخد الدكتور من بيته ونرجعه مرتين باليوم. بعرف سينان بيك. نيفرا رح تتفقد أرماك مرة كل نص ساعة وتشوف إذا محتاجة شي. نبهناها لا تقلق. واعملوا صيانة لمولدة الكهرباء مشان ما نوقع بمشكلة إذا انقطعت الكهرباء. ما لازم توقف الآلة ولا ثانية. لا تاكل هم سينان بيك، رح اتصل بالخدمة. شكرا. هذا مو طيب قدام الكعكة اللي بنعمله، بس يلا أحسن من بلا. هزال ليش ما عم تحكي؟ شوفي أمي، لما تعبت أرماك أنت كنت هنيك. قليلي ليش رحتي على العرس؟ قلبي ما طاوعني بنتي، ما طاوعني قلبي إنه كنان يحرق حاله ويستغل هاي البنت المسكينة. كنان كمان بيعتبره مثل ابني ومعزته بقلبي كبيرة، ما قدرت اتغاضى عن هالشي. وكيف كنتي رح توقفي انك تقولي له كيف تزوجته لفرار؟ اصلا ما عاد في داعي لأقول شي، الزواج تفركش وما تم. كيف أرماك؟ لساتها بالمستشفى؟ طلعت على البيت، صارت احسن. الله يشفيها ويعافيها، ما بتستاهل. منيح خبرتيني مبارح إنه إيبرو عندكن، كنت قلقانة عليها. وبابا كمان بالقصر، ما عم تقلقي عليه؟ الله ياخده، إن شاء الله الله لا يسامحه. لا تقولي هيك أمي، نحن ما خبرناكي مشان ما تزعلي. هزال، حاجة تدافعي عنن. لنقول إيبرو صغيرة وما بتفهم كتير، بس خليل تغاضي عالشي اللي صار معك رغم إنه بيعرف ما فيني أتقبله. صار لي 20 سنة متزوجته، بعرفه كتير منيح. لا تخليني أحكي من شان الله. طالما هيك ليش ضليتي متزوجتي؟ ليش تحملتي أمي؟ فيك تقليلي شي اللي كان جابرك؟ سكري على هالموضوع هزال، وقولي لإبرو ترجع على البيت. ما فيني أتحمل اتنيناتكن تضلوا عند هالعيلة. أصلاً وأنتي كمان رح إجي آخدك بالوقت المناسب. لا تقلقي علي، أنا ما عدت هزال الماضية، أنا كمان صار عندي خطط بتخصني، وبعد هلأ ما حدا رح يقدر يزعلني أو يكسرني أمي. هزال، قلبي ما في يتحمل كل هالشي أبداً، إنك تكوني بنفس البيت مع الرجال اللي عمل هيك وعلى نفس المخدة. فورال ما بيفوت على غرفتي، بينام بغرفة تانية. أنتي طمني بالك. عم تحكي جد؟ أصلاً ما فيني أسمح بغير هالشي أمي. أهلين ست جينان، السيد فورال بغرفته إذا بتحبي بخبره. ما في داعي، حتى لا تقولي له أني إجيت لهون. أنا إجيت لأحكي مع كنان، هو هون؟ إيه، السيد كنان بغرفته. تفضل. ممكن فوت؟ طبعا، تفضلي. جيتي لتحكي معي مشان أرماك، بعرف. ايه لا تقلقي، هذا الموضوع تذكر، نحن انفصلنا، ما عاد شوف أرماك مرة تانية، طمني بالك. بس أنا جيت لقلك عكس هالشي تماما.
ما خطر ببالي ابدا اني اطلب منك هالشي بيوم، او اني اضطر اترجاك لتعمل الشي اللي بدي اقلك اياه. بس هيك الحياه. شو له اهميه الكبرياء قدام حياه الناس يلي بتحبهم، مو هيك؟ أرماك كتير بتحبك، وحتى إنها بتعشقك بجنون، وإنت الوحيد يلي بتسعدها ويلي بتحببها بالحياة وبتعطيها أمل. أرماك مريضة كتير، دكتور قال إنه أيامها صارت قليلة كتير. شو عم تقولي؟ أرماك عم تموت بنتي، أرماك عم تموت. كنان بنتي عم تموت. كنان أنا مستعدة أقدم روحي كرمال بنتي وبهاي اللحظة، بس ما في فايدة، بس ما فيني أعمل شي غير إني أسعدها بآخر أيام بهالدنيا. لهيك بدي منك تضل جنبها حتى آخر نفس لإلها. كنان خليك جنبها ليل ونهار قد ما بتقدر، لأنها تفرح كتير وهي معك. ايه وصلنا. مو هذا المكان اللي اجينا عليه المرة الماضية؟ ايه. ليش اجينا لهون؟ تعي معي تعي، هي هي المفاجأة، رح نستأجره وهلأ رح نعمل العقد. اهلا وسهلا ست ملا. مرحبا. اهلا وسهلا يا خانم، شرفتي. شكرا كتير. جهزت العقد شي؟ جاهز. تمام. لازم نعبي معلوماتك الشخصية، ممكن هويتك لو سمحتي؟ تفضل. شكرا. لسه ما دبرنا المصاري امي، كيف بدك تكتب العقد؟ جاهزه بنتي. شو؟ بعت البيت اللي بالدير. ليش عملتي هيك امي؟ هاد الذكرى الوحيده اللي بقيانه من جدي، هاد منه، وغير هيك ما فيك تبعدي عن بلدك. بنتي بيتي وبلدي وكل املاكي فداكي انتي وبس، الباقي كله مو مهم. معلم حلينا الإجراءات، نقلنا المصاري لحساب الست ملك. ملك ما بتعرف إنه نحن يلي اشترينا البيت، مو هيك؟ لا معلم، حطينا وسيط. طيب كتير منيح. ست جنان فينا نحكي شوي؟ لا ما فينا. ست جنان لو سمحتي، سمعت الكلام يلي قلتي لكنان، زعلت كتير مشان بنتك. كنتي عم تتسمعي علينا؟ طلعي فيني، ما راح تخبري حدا بالشي يلي سمعتيه بوضع أرمك، وإلا لا تقلقي ما راح أقول شي لحدا، بس انتي غلطتي لما اجيتي حكيتي مع كنان وطلبتي منه يضل مع بنتك. مين انتي لحتى تنصحيني شو أعمل؟ استغفر الله،
أنا ما قصدي أنصحك، أنا كان قصدي إني أقول لك رأيي وبس. أحكي مع هزال، الطريقة الوحيدة لتكون بنتك مع كنان هي إنه كنان يتراجع عن هزال تماما، وغير هيك أصلاً السيد فورال ما رح يوافق على هالعلاقة. هزال هي الوحيدة اللي بتقدر تقنع ابنك وكنان. إن شاء الله ألف مبروك ست ملك. شكراً. هذا ملفك. شكراً. وهي مفاتيحك. يلا بستأذن هلأ، يعطيكم العافية، الله يوفقكم. الله يسلمك. وأخيراً. إيه شيلي الإعلان. احكي مع هزال، هزال هي الوحيدة اللي بتقدر تقنع ابنك وكنان هي انه كنان يتراجع عن هزال تماما، وغير هيك اصلا السيد فورال ما رح يوافق على هالعلاقة. هزال هي الوحيدة اللي بتقدر تقنع ابنك وكنان. عنا شغل كتير بدنا نشتغله بنتي، خلينا نبلش بالتنظيف. عنا مصاري لنشتري عدة، ما في مشكلة، وبعد ما نخلص التنظيف منكتب قائمة بالشغلات يلي ناقصة ومنروح منجيبهم. ماشي؟ ماشي. يلا لشوف. أهلين ست جنان. هزال كيفك؟ منيحة، وإنتي؟ في موضوع ضروري بدي أحكي معك إذا عندك وقت. تجي على المطعم يلي على الساحل نتغدى سوا ومنحكي. صراحة عندي شغل، منحكي المساء بالبيت. للأسف ما عندنا وقت كتير، الموضوع كتير مهم. دكتور قال إنه أيامها صارت قليلة كتير. أرماك عم تموت، بنتي عم تموت كده. لهيك بدي منك تضل جنبها حتى آخر نفس لإلها، لأنها تفرح كتير وهي معك. أهلين وسهلين هزال. أهلين فيكي. تفضلي قعدي. أنا بتشكرك لأنك إجيتي وما رفضتي طلبي. أنا عم بسمعك، قلتي إنه بدك تخبريني شي مهم. موضوع كتير مهم، القصة حياة أو موت هزال. جنان خانم أنتي منيحة؟ مالي منيحة، أنا مالي منيحة أبداً. بنتي عم تموت، أيامها معدودة. ما فهمت، انتي قلتي انها رح تتعافى. انا ما بدي حدا يعرف بهالموضوع، وخاصة فورال ابدا. بنتي عم تمشي باتجاه الموت قدام عيوني، وانا ما عم بقدر ساوي شي مشانها. بالحقيقة ما عم بحكي معك بصفتي أم فورال وحماتك،
عم بحكي معك بصفتي أمّا لأرمك. عم بحكي معك بصفتي أم متوترة وخايفة على حياة بنتها. أنا بترجاكي ساعديني يا هزال لو سمحتي. الشيء الوحيد يلي ممكن يسعد بنتي بهالحياة إنها تكون مع حبيبة كنان. بترجاكي ساعديني لو سمحتي. انت طول الفترة الماضية ما كنت تحبي تتواصلي معي، وهلأ عم تطلبي مني المساعدة؟ ليش؟ شو فيني أعمل؟ شو بيطلع بإيدي؟ لحنا الاثنين منعرف ليش كينان هون. هو إجا على اسطنبول مشان ينتقم منك ويحاسبك. أنا عم بترجاكي بصفتي أمي يا هزال، خلي كينان ينساكي بقى، وهذا الشيء ما رح يصير إلا لما يشوفك مبسوطة مع زوجك عن جد. هزال، اسمحي لبنتي إنه تعيش وتكون مبسوطة. أنا عم بترجاكي بصفتي أمي يا هزال، لو سمحتي. أنت الوحيدة يلي بتقدري توقفي فورال وكينان وتنهي الحرب. ليش طلبتي مني المساعدة بهالموضوع؟ لأني بعرفك مستحيل تطلب المساعدة مني. لا بالعكس، لأنه أنت أفضل شخص ممكن يفهمني ويساعدني. أنت قدمتي تضحيات كتير كبيرة مشان يلي بتحبيهم. يمكن أنت ما تصدقي كلامي بسبب يلي مريتي فيه لليوم وتصرفاتي معك. معك حق هذا، بس اتصلي بالدكتور وصدقيني رح يقلك نفس اللي قلتلك اياه. بنتي عم تموت، بنتي عم تموت. أنا عن جد كتير زعلت على أرمك وفهمانتك منيح، بس كأنك عم تقليلي هلأ انسى جهنم اللي عايشة فيها واتخيلها جنة. أنا بترجاكي مشان الله لا تخجليني هزال، لو سمحتي. الله يخليك، أنا أم هزال. بترجاكي. قديش حقهم؟ 2674. يا ترى انتو بتقسطوا؟ طبعا منقسط على 6 شهور. اسحبيهم من هاي البطاقة. بتحب نقسطهم يا ترى؟ لا اسحبيهم كلهم. أحمد، أنا كتير بتشكرك على معروفك هاد، بس ما في داعي بدفع بالتقسيط. ما عاد في أحمد القديم إبرو. أنت بس اطلبي مني وبفرش لك الدنيا تحت رجليك. طيب أعطيني الغراض. شكرا إليك، شرفتونا. اوه رح يصير حلو. دخيلك يا ربي لا تخجلني، بترجاك. ألف مبروك عزيز. انت ليش اجيت لهون؟ هداك اليوم شو طلبت منك؟ مو قلت لك لا عاد تطلع قدامي؟ قلتي لي بس يا ملك في مناسبة والمفروض اجي، هيك عاداتنا وعرفنا.
بتمنى تقبلي هالهدية الصغيرة. بلا هالحجج عزيز، روح من هون. بعدين من وين عرفت هالشي؟ خلينا نقول اني تنبأت. افتحي الهدية، ان شاء الله ألف مبروك. كنت تحطي هذا بشعرك دائما؟ كنت على طول تحطي على شعرك لما تجي لتشوفيني؟ احتفظت فيه كل هالوقت؟ أنا ما رميت أي شيء بخصك يا ملاك، واحتفظت بذكرياتنا وبكل لحظاتنا سوا. مو بس خبيته بصندوق، كلن هون. أمي؟ بنتي هازال، أهلين. أنا أجيت مشان بارك لأمك بالمحل. ما فهمت، ليش اجيت؟ يا بنتي عزيز بيك اجا من شان يبارك لنا، هو كان رايح. انا عم بسأله امي، هداك اليوم حاولت انك تخنق ابي وهلأ جاي لهون وكأنه ما سويت شي. طيب اذا احتجتوا لشي يا ريت تخبروني. شو عم يصير امي؟ عزيز توبراك ليش عم يلاحقنا؟ اجا بس ليبارك لنا بالمحل. امي بلا هالحكي هاد، طول هالسنين ما شفت وشه او سمعت باسمه، بس هلا عم لاقيه جنبنا طول الوقت، تهجم على ابي كمان. في تفسير لهالشي؟ وشو رح يكون فيه يا بنتي؟ كلياتها قصص سخيفه صارت بالماضي وانتهت. هلا بنتي اسمعي، خلينا نحط اغطية بيضة على كل هالطاولات، وكمان منحط كم وردة فوق كل طاولة، شو رأيك؟ ها؟ امي هازال لا تعمليها، أساساً من مبارح ما بعرف شو بدي ساوي. أنا بترجاكي بلا ما نحكي عن أبوكي وعزيز وإيبرو، تركينا منهم، خلينا نلتهي بشغلنا ورزقنا لو سمحتي. ها؟ يلا يلا لسه في عنا شغل كتير، يلا. ليش عم تطلعوا هيك؟ يلا احملوا هالغراض لشوف. لسه في بالسيارة. برأيي لا تاخدي راحتك حبيبتي، ما رح تطولي هون. والله ما حدا بيعرف، أنا رح رتب أغراضي بالغرفة ومع الوقت ببين مين رح يبقى ومين رح يروح من هون. أنا كتير معجبة بثقتك بحالك، مفكرة أنك بتقدري تواجهيني إبرو؟ بتظني حالك من مستواي؟ أنت اللي عم تشوفي حالك من مستواي دفنة خانو، لهالسبب عم تتضايقي لهالدرجة مو هيك؟ بس ارتاحي، انتي مو من مستواي ابدا. انتي بتثقي بهازال او وقفي؟ المفروض اسالك، انتي امتى رح تبطلي انك تكوني لاجئه تحت ظل اختك؟ عن قريب كتير رح تشوفي مين اللاجئه هون، بس اصبري شوي يا خانو. انا بنصحك لا تحومي عند رجلي لانك صغيره،
بخاف اني ما اشوفك ودوس عليكي. انت كمان انتبهي على خطواتك دفنا خانم، لانه ممكن توقعي لا سمح الله. جنان خانم، جنان خانم، شوفي سيد خليل. مرتي قلعتني من البيت لأني سمحت لبنتي تتزوج فورال. شو هالبهدلة هي؟ وأنا نسيبك مستاهل هالبهدلة؟ أنا مالي فاضية لألتهي بمشاكلك جنان خانم. ما رح أخذ من وقتك، بس كلمة منك صدقيني رح ضل أدعيلك طول الوقت، وكمان كتير رح فيدك بالشغل، بلكي إذا عطيتيني منصب أعلى بنقذ عيلتي كمان. ما عم صدق قديش أنت رجال طماع. المفروض تشكر ربك ليل نهار لأنه فوتناك على القصر. إذا هزال عرفت أنه أنت مو أبوها الحقيقي وقتها ما عاد تحلم أنك تدخل على القصر. بالنسبة إلي ما بيفيدني أنه هزال تعرف بالحقيقة هلأ، فاشكر ربك على وضعك وخلي تمك مسكر. بالحقيقة ما عم بحكي معك بصفتي أم فورال وحمادة، عم بحكي معك بصفتي أمّا لأرمك، عم بحكي معك بصفتي أم متوترة وخايفة على حياة بنتك. أنا بترجاكي ساعديني يا هزال لو سمحت. هزال لما تخلصي الشغل اللي بإيدك ممكن تغسلي الكاسات. هزال بنتي، هزال. ايه امي خير؟ شبك؟ عم تفكري بعزيز؟ لا، انا بعرف انه في شغلات ما بتخبريني اياها، بس ما رح اصر عليكي لانه ما رح تقلي لي شيء اذا ما بدك. طيب شبكي لكان جنان خانو؟ شبها؟ شو قالت لك؟ هي طلبت مساعدتي مشان بنتها أرماك. أرماك كتير مريضة وقال هي رح تموت. يا بنتي ما فهمت كيف رح تساعديها. لازم تتزوج كنان لتكون مبسوطة، بس الحاجز الوحيد فورال. هي طلبت مني إنه وقفه وأنا الوحيدة اللي بقدر أقنعه بهالشي. بنتي على فرض ساويتي وأقنعتي فورال كنان تزوج أرماك، بس هالشي أسوأ، ساعتها رح انقهر عليكي أكتر أنتي وكنان. كيف رح تقدروا تعيشوا وأنتوا جنب بعض؟ ما عاد خلي كنان يشوف بعيوني قديش أنا بحبه، وأنا أساساً كنت رافضة زواجهم، بس هلأ رح يصير العكس. رح أقله يتزوجها ويفرح له قلبه لأرماك، وإنه ينساني ويستمر بطريقه وينسى ماضينا. أنا ما عاد فيني يكون مع كنان. لا تعملي هيك، ما بينبنى العش بهالطريقة والحياة ما بتستمر هيك. أنا رح أصبر وإنت اصبري، رح يجي يوم وأتخلص من فورال ومن هداك الحبس، بس أنا مجبورة أتحمل هالفترة. طيب ليش؟ ما عم أفهم. إذا رحت هلأ فورال ممكن يجن على الآخر، إذا تركته بيجن جنونه. وأرماك بنت بريئة ما عليها أي ذنب، ممكن تموت. كنان هو الوحيد اللي بيسعدها بآخر أيامها، وفورال لسه ما بيعرف إنه أخته رح تموت. رح يساوي كل شي مشان يمنع هذا الزواج. أنا الوحيدة اللي بقدر وقف فورال، يعني يا أمي أنا مضطرة إنه أتحمل هداك الجحيم لفترة. فهميني، أنا ما فيني ضحي بحدا مشان أنقص حالي أبداً. فهمانتك، وإنتي كمان فهميني يا بنتي، إنتي أغلى شي بملكه بهالدنيا، كيف بدي أتجاهل عذابك وقهرك؟ هالعذاب والقهر ما رح يستمروا للأبد. كوني واثقة إني رح أتخلص من هداك الجحيم يا أمي، وفوران رح يدفع ثمن كل عمايله، بس لهداك اليوم ما رح تساوي أي شي، وإذا ساويتي شي خطتي بتقلب فوقاني تحتاني وكل شي بيتدمر أكتر يا أمي. أي خطة؟
انت شو في براسك؟ لا تسأليني هلا، بخبرك لما يجي الوقت المناسب، بس وعديني ما رح تساوي شي لوقتها ورح تنسي الموضوع وتسكري، وعديني. هزال لا تخوفيني، هدول الناس كتير خطيرين، ما في شي بوقف بوجهن، بلكي ساولك شي. لا تخافي، ليجي هداك اليوم أنا واللي بحبهم ما رح يتعرضوا للأذى، بس قال ديمير أوغلو رح يدفعوا ثمن عمايلهم الوسخة، بس وعديني إنه ما تتدخلي. ماشي وعد، بس أنتي وعديني كمان لا توقعي حالك بمصايب. أنا لازم روح هلا أمي. طيب أنا رح ضبضب شوي وبعدين رح روح، منكمل بعدين. هزال مرحبا حضرة المحامي، شو صار؟ في شي تطورات؟ فهمت عليك، بس مثل ما بتعرف ما عندنا كثير وقت، لازم نحل الموضوع بسرعة. طيب ماشي، عم استنى خبر منك. ما بعرف إذا رح نلاقي مثل هديك السفينة، اللؤلؤة السودا كانت الأفضل. اللؤلؤة السودا هي مميزة أساساً، ما في مثلها ولا شي بياخد مكانها. لهيك مندور على سفينة جديدة، مو ضروري تاخد مكانها، المهم ما تحسسنا بغيابها أبداً. تفضل. أهلين وسهلين حضرة الدكتور. أهلين فيكي أرماك. رح خبر جنان خانم أنك إجيت، تمام؟ كيفك اليوم أرماك؟ عم حس حالي أحسن. أهلين وسهلين. أهلين فيك. تفضلي عادي، تفضلي ملك خانم، عم بسمعك. أنا بدي أطلع من زوجي. شو هالبهدلة هي؟ لك أنا شوفير ولا خادم ولا نسيب؟ مين أنا؟ شو هالمسخرة؟ ما ضل علي غير نظف وسخن. لك تضرب هالعيشة. شوفي كمان سيد خليل، شو يلي معاجبك؟ سيد عرفان، بمهمتي الوظيفية ما في هيك شي، أنا شوفير، شوفير مو عامل تنظيفات. هون ما في شوفير وعامل، وعن أي مهمة وظيفية عم تحكي؟ هذا الشغل يلي هون إذا ما عجبك ليكو الباب، الله معك. عن جد؟ عن جد. هاي الدنيا دولاب، جنان خانم رح تختير بشي يوم، وبنتي رح تصير السيدة بهالقصر وبالشركة، وقتها ما رح يكون لصالحك بنوب. شو رح تساوي؟ بتقاعد. بعدين لوقت ما تختير جنان خانم انت رح تضل هيك شبو بكل قوتك يا سيد خليل؟ عاشتك راعي وحكي فاضي، لا تتلهى، لسه في كتير وسخ وغبرة هون. يلا ايه لك تضربوا من كل الشغل عند كل هالعيشة اللي بتقرف. شلون وضع الدكتور؟ أمورة منيحة، انتو ضلوا عم تعطوها الدواء اللي وصبت لها اياه، ولازم تقيسوا الأكسجة والضغط والنبض 3 مرات باليوم وتسجلون بهذا الملف. هاي الإجراءات كتير مهمة مشان وضع بنتك. لا تاكل هم. طيب امتى فيني اقوم من هالتخت؟
مليت من التسطيحة ومن هالأجهزة. لازم تصبري شوي كمان، هلأ رح أسحب منك دم منشان التحليل. كمان؟ أنا كتير عم أتوجع من هالإبرة دكتور، بترجاك لا تساويها. حبيبتي أرماك لا تتعافي. آخ منك يا هزال، أنت يلي حطيتيني بهالوضع الزبالة. لو كان في عندك شوية ضمير ما كنت خليتي أبوك يتبهدل. ما علينا، رح يجي يوم وحاسبك على كل شيء. لك شو هالقرف هاد، حلو عني يا أوف. أوف. شو هي ترى؟ كان جار لو سمحت بترجاك أعطي هالرسالة لأخي عزيز. ناس خانو ما فيني ساويه، لا تورخيني. كان جار الله يخليك، أنت بتعرف وضع فورا، هو صار كتير عم بيخوفني هلا، لو سمحت. أنا آسف ما فيني أعمله. ناس انتي وينك؟ عم استناكي بالسيارة، امي والبقية وصلوا على الششمة. ناز وين انتي؟ ناز كان المفروض اسمع كلامك، ما كان لازم اتزوج فورال، كان معك حق من البداية أخي. أنا كتير ندمانة وأنا كتير خايفة أخي، بترجاك أنقذني، أنا محتاجة مساعدتك. ناز دخيلك يا ربي، قديش أنت كبير، أنت فتحت لي طاقة فرج هلأ. وقعتوا بإيدي يا آل ديمير أوغلو. خير إن شاء الله أمي؟ شو مناسبة هالتحضيرات؟ جايين ضيف كتير مهم المساء. مين هو؟ لما يجي بتشوفيه. سلمى يا ريت تخبري نيفرا مشان تجيب طقم الصفرة الجديد، اليوم رح تكون بداية جديدة إلنا كلنا. ماشي مثل ما بدك جنان خانم. أمي يا ترى البنت لإمتى رح تضل عايشة معنا؟ أي بنت؟ إبرو؟ بالضبط، تضل قد ما بدها. هي بتكون من عيلة كنتنا، أختها، مثل ما هالبيت استقبل عيلتك بالطريقة يلي بتليق فيكن، رح يستقبل عيلة كنتنا التانية بنفس الطريقة. شو؟ لا تكوني متضايقة من وجودها؟ لا أبداً، بس سألت سؤال. ماشي عم بستنى خبر، لو سمحت خلص هالموضوع بسرعة. شكراً لك، يعطيك العافية. هزال؟ خير ليكون صاير شي سيء، ليش اجيتي؟ ولا شي، اجيت لشوف زوجي. أهلا وسهلا، أنا كنت طالع مشان أكل، إذا بتحبي تعالي معي ناكل. موافقة، ناكل سوا. بس بالأول نحن لازم نحكي. واثقة أنك منيحة هزال؟ طبعا، ومن زمان ما كنت منيحة لهالدرجة. منقعد؟ ايه منقعد. فورال أنا بدي أعطي فرصة لعلاقتنا.
جرب كون مبسوطة معك. فاجأتيني، ما بعرف شو بدي قلك. ما بتتخيلي قديش هالكلام فرحني. ما بتذكر إمتى كنت مبسوط لهي الدرجة. بس في عندي شرط واحد. لكن عندك شرط. بدي اياك تعطي فرصة لأرماك لتكون مبسوطة. كيف رح تكون مبسوطة؟ تسمح باستمرار علاقتها مع كينان. اسمع فورال، ما عم بطلب هالشي لا مشاني ولا مشان كينان، كله مشان أرماك. اسمح لهم يكونوا مبسوطين ونحن خلينا ننبسط. مستحيل اسمح بهذا الشي، كينان عم يلعب بأرماك. بس أرماك كتير بتحبه، يمكن هو كمان بحبها مع الوقت مثلي أنا. أنت قلتلي هالشي بتتذكر فورال؟ قلتلي رح أتعلم حبك مع الوقت، وأنا رح أجرب. بس اسمح لهم يجربوا كمان. أكيد بتعرف منيح شو معناتها إنه ما تكون مع اللي بتحبه. عأساس مستعد تساوي كل شي لتسعدني، وهالشي رح يسعدني فورال. يعني مقابل سعادة أرماك أنا رح كون زوجتك. هازال ديمير أوغلو. تمام، أنا رح نفذ كل طلباتك بالحرف الواحد هازال، بس أنا كمان عندي شرط بالمقابل. من اليوم مننام بنفس الأوضة. كتير بتمنى أني نام على أنفاسك وأنا عم شم ريحتك عن قرب. هذا الملف، ساوي لي التقرير اللي طلبته منك. تمام كينان بي. يعطيك العافية. الله يعافيك. كينان كيفك؟ منيحة، وأنتي؟ منيحة. مزبوط اللي سمعته؟ قال أنت رح تتزوج أنت وأرماك. هالموضوع تسكر ماشي؟ برأيي أنت ساويت الصح، لأنه هديك البنت ما كانت بتليق فيك. أي برو، ماني فاضي هلأ، لازم أطلع، منحكي بعدين ماشي؟ طيب استنى شوي، لا تعصب، أنا عم أحكي لمصلحتك. يلا حياتي كتير جهد. اجيت حبيبتي. أنت أخذتي القرار الصح. أساساً غلط كبير إنك ما تعطي الفرصة لزوجك طول هالوقت. هازال صار الوقت لتكوني مبسوطة. سعادتي لحالة بس ما بتكفي، كينان لازم يشوفني وأنا مبسوطة. لازم ساوي شيء ليشوف ويحس بسعادتي. أنت بتعرفي إنه كينان موجود بالشركة وعنده اجتماع؟ إجا بوقته، خلي عيونك عليه. إذا خلص اجتماعه وأنا عند فورال اللي هي، وبعتي لي رسالة. اتفقنا. ما في حب بيناتنا وزواجنا ما كان عن حب. ما في بيناتنا أي احترام أو ثقة أو تواصل. ما في بيناتنا نقطة مشتركة أو شي نحكي فيه. فهمت. طيب أنتوا عندكم أولاد؟ ايه نحن عنا بنتين، بنتي وبنته. هنن من زواجكن السابق؟ هو بنته من زواجه السابق، بنتي
عكلن عنا بنتين، وحدة إلو وحدة إلي. خلي العطا بنتي كنيتو، بس ما عاد بدي هالشي بعد هلأ. طيب زوجك عنده علم بهالشي؟ يعني بيعرف إنه بدك ترفعي دعوة طلاق؟ ما بيعرف. مهم كتير إنه الزوجين يكونوا متفقين على الطلاق مشان تنتهي الدعوة بسرعة. أنتوا متفقين على الطلاق مو هيك؟ لسه ما حكينا بالموضوع. أنا بدي اتطلق منه بأسرع وقت لأنه ما عاد فيني اتحمل أكتر. فهمت، تمام. معناتها خلينا نكتب طلبك هلأ ومنبلش بالإجراءات، وإذا زوجك ما سوى أي مشكلة مننهي الطلاق بجلسة واحدة. لك شو يعني أنت عم تهدديني؟ بالعكس سنان بيك، أنا بس حبيت أني ورجيك المواهب اللي عندي. أنا أشطر مما بتتخيل بإني أخذ معلومات، وشاطرة كمان بإني أخبي المعلومات، طبعاً حسب الشخص. طلعي فيني قسماً بالله، إذا بتفتحي تمك بحرف واحد وحدا بيعرف موضوع المخدرات شو رح تعمل يا ترى؟ أهلين فيكي. سنان بغرفته؟ ايه بغرفته. شكرا. ارجع لوعيك، شو مفكر حالك عم تساوي؟ شو يعني انت عم تلعبي معي ايبرو؟ انت يلي بديتي. شو؟ شو هالحكي الفاضي؟ قص هيك تفكري انك تلعبي معي ايبرو؟ انت يلي بدك هالشي، بعرف. الظاهر انك فهمان غلط، انا ما بقرب من رجال متزوج. سنان، اصحك مرة تانية، تحاول انك تقرب مني او تلمسني. حسابي معك بعدين يا خانم. دفنا، صدقيني مالي ذنب، هي اغوتني وخلتني ساوي هالشي. دفنا، أنا فيني أوضح لك الموضوع. شو رح توضح لي؟ شو مو مثل ما أنك مفكرة. حاجتك مسخرة سنان، كيف يعني مو مثل ما أنك مفكرة؟ دفنا بترجاك اهدي شوي. سنان اتركني ولا تلمسني. اسمعي حبيبتي، طلعي فيني. سنان قلت لك اتركني. إبرو سمعت بالمخدرات، هددتني وضغطت علي، قسما بالله ساوتها عن قصد، ولما أنت اجيتي فجأة اتصرفت وكأني جبرتها. سنان سكر تمك، سكر تمك رجاءا. سكوت سكوت، قسما بالله اذا بصير هيك شي مره تانية، او بسمع انك عم تخوني، او اذا شكيت بنظراتكن لبعض، ساعتها بتركك، ما عاد تشوفوا شي مره تانية. دفنا تركني سنان. دفنا خانو، انت منيحة؟ كل شي منيح؟ أنا منيحة، ما فيني شي. وين إبرو؟ ما بعرف، هلأ جيت ما شفتها لسه. طيب يلا خلصني وقول يلي عندك سيد خليل. أنا لقيت رسالة لناس خانم ما قدرت توصلها لأخوها، عم تطلب مساعدته، وعم تقول برسالتها انه خايفة من فورال. ما فهمت ليش الرسالة ما وصلت لايد اخوها عزيز بيك. وليش لحتى صدق مثل هيك شيء؟ لاني كنت بعرف انك رح تقولي هالشي، خبيت الرسالة وصورتها. بتمنى تكوني لساتك بتتذكري خط كنتك، المسكينة كانت خايفة انه يقتلها فورال بيك، ولما أنا قريت الرسالة كتير انقهرت عليها. لا سمح الله إذا وصلت
لعزيز دوبراك أو لأيد الشرطة أو لأيد أي حدا، فوراً رح يقولوا أنه ناس خانوا من قتلت. شوفي بعينك. طيب وين هالرسالة؟ لا تاكلي هم، الرسالة بمكان آمن. طيب احكي شو المطلوب. أنا طول عمري كنت بتمنى أشتغل بمكان محترم مثل شركتكن، ويكون عندي مكتب وغرفة واسمي محفور على الباب، ويكون عندي بيت فخم على الشاطئ. هو حلم. الأحلام أحياناً ممكن ما تكون كتير بعيدة سيد خليل. بتمنى هالشي؟ بالأول أنت جيب لي الرسالة وأنا بحل الباقي بمعرفتي. اسمعي جنان خانم، في فرق بين الأحلام والحياة بهالدنيا، وأنا مليت من الأحلام، وأنا صرت بحب الواقع. بالنسبة إلي ضماني بهالحياة المصاري جنان خانم، لهالسبب المصاري بالأول وبعدين الرسالة. لكن انت هون. شو؟ لا تكوني فكرتي اني رح اهرب. لسه واقفة وعم تحكي بدون خجل؟ والله مو انا اللي زوجها عم يتحرش بوحدة تانية، انت يلي لازم تخجلي. طولي بالك، لا تساوي شيء اكبر منك بلا ما يخربوا أظافرك الحلوين. بنصحك تبعدي عن زوجي. برأيي أنت يلي أحكي مع زوجك وخليه يبعد عني. أنت مين مفكري حالك إبرو؟ أختك وقعت فورال ومفكري حالك رح توقعي زوجي مو هيك؟ بس حطي هالكلمتين براسك، لا تقارني حالك بهازال وسنان بفورال، في فرق كبير بيناتكن. لا تواخذيني يا حلوة، أنا بس عم أقول الحقيقة، أنتي وهزال إخوة بس أنتي ما بتطلعي ولا شيء قدامها. هي قدرت تتزوج فورال بس أنتي ما فيك تصيري إلا عشيقة لزوجي، يعني لا تتأملي كتير. شو صار حبيبتي؟ أنتي تضايقتي؟ لا تزعلي، بس هي هي الحياة، ضرباتها بتكون قوية، تحملي الوجع. الله يلعنك. أخي أكيد رح يساوي مشكلة. لا تشغلي بالك بشي، ما رح يصير أي مشكلة صدقيني. أمي ما بدي كناني يشوفني بهالحالة، ليش عم تصري علي لهالدرجة؟ ما عم أفهم يا أمي. لأنه حبيبتي أنا بس بدي إياكي تكوني مبسوطة. نحن ارتكبنا غلط يا بنتي، وأنا بدي صلح الغلط بأسرع وقت. بعدين شبه حالتك يعني؟ ها؟
حتى وانتي مريضة كتير حلوة. حبيبتي طلعي شوفي. حبيبتي بس ما نحط شوية مكياج. استني يلا قربي لأشوف. هيك يعني المكياج رح يخفي وشي التعبان ويخلي شكلي أحلى يا أمي؟ شو رأيك لو حط حمرة كمان يا أمي؟ بتعرفي أنا صرت بشبه ستي؟ وهي كانت تضل تقلي إنه أنا بيضة مثلها. يا ريت لو إنها موجودة وشافتني. أنا مستعدة أساوي كل شي مشانك، كل شي. تعرفي مو هيك؟ بعرف بعرف بنتي الحلوة يا روح قلبي حبيبتي. استني أرماك رح تقدر تجي؟ ما بظن، وأساسا ما في داعي. البنت كتير تعبت، نحن منستضيف ضيفنا. شوفي حبيبتي ليش عم تطلعي هيك؟ قلت شي سيء؟ إبرة طالعة كتير حلوة. شكراً إليك حبيبتي. نيفرا وين أمي؟ أنا هون جيت. لكن نيفرا قولي لأمك مشان تاخد الأكل لأرماك. ديروا بالكن وانتبهوا منيح على الأجهزة. سمعتي شو قال الدكتور؟ إذا فصل الجهاز ممكن يسبب خطر على حياتها. ماشي جنان خانوم، لا تاكليها. منيح. أنتي طالعة كتير حلوة اليوم. شكرا إلك. هالشي رائع، اجتمعنا كعائلة واحدة لحالنا. ها بس في إبرو، لا تواخذيني للحظة نسيتك يا حلوة. جنان خانم لا تواخذيني، ما كنت بعرف أبدا إنه هالعشا عائلي. إذا بدك بروح. ما بسمح لك. ليش لا تروحي؟ أنت واحدة من عائلتنا كمان، أنت أختها لهزال، مو هيك دفنا؟ مزبوط، معك حق. وكمان السكرتيرة لازم تكون هيك دائما، مو هيك؟ موجودة جنب مديرة بكل أناقتها وتحت أمره. برافو. إبرو ما أنا هون بصفة موظفة، هي هون بصفة أختي يا دفنة. أوه أنتي زعلتي من كلامي؟ بعرف هالشي ولا شو عم تساوي هون؟ الله يسامحك هزال. طيب فورا البيت اجا ضيفكم. ايه خليه يفوت. اهلا وسهلا كينان. اهلا وسهلا كينان. أهلين كينان بيك. أهلين فيكم. لا تؤاخذوني خليتكم تستنوا. مو مشكلة، نحن متعودين. آه
معناتها تفضلوا نقعد على السفرة. أرماك فاضية شي؟ اي طبعا. فيني شوفها؟ بدي أعطيها هالبقى. كانت عم تستناك أساسا، هي بغرفتها. يلا تفضلوا. إبرو، خير حبيبة قلبي؟ أنت تضايقتي من شي يا ترى؟ لا بالعكس، أنا مبسوطة كتير حبيبي سنان. ممكن تعطيني إبريق المي؟ شوب كتير وعطشت. كنت بتمنى اني استقبلك على الباب. بس ما فيني اقوم. مو مشكلة، المهم تكوني منيحة. الباقة كتير حلوة، جبت هالباقة مشانك، رح حطها هون. بتذكر اللي قاله الدكتور بخصوص الورود؟ ما نسيت. أنا ما بنسى شي متعلق فيكي كنان. أنت ليش هيك عم تساوي؟ لأنه أنا بدي أكون معك، بدي ضل جنبك على طول. كون جنبي لأنك بتحبني. أنا بحاجة لحبك مو لشفقتك كنان. بعدين يمكن ما بستاهل إنك تحبني، وإذا أنت كنت بتحب وحدة تانية كنان لا تجي أبدا. أنت عم تحكي عن هازال؟ هي ما عاد تعني شي بالنسبة إلي، أنا ما بحس بأي شي تجاهها. انتهيت، انتهيت للأبد. هلأ أنت اللي موجودة، أنا وأنت. كنان، انت ليش ما عم تاكل؟ عم بستنى ليجهزوا الاكل لارماك، بدي اكل معها. حبيبي. نعم حياتي. منروح على الساحل بعد الاكل ومنروح على السينما كمان. والله ما عندي مشكله، صار لي زمان ما رحت على السينما لانه حلو كتير.
كنان، ممكن تاخذني على السينما كمان؟ من لما اجيت على اسطنبول ما رحت على اي مكان. لما كنا بالدير كنا نروح ثلاثتنا على السينما كل اسبوع. اثنيناتنا بس تتعافى ارماك منروح ثلاثتنا. اكل الانسه ارماك جاهز؟ كتير منيح، عن اذنكن رح اخذ لها. لا تعذب حالك، انا باخذ. معقوله؟ بالعكس تماما، ما في لا عذاب ولا شيء، انا بهتم فيها عن اذنكن. لامتى رح تستمر بهاللعبه الوسخه هاي؟ ما فهمت. يا ترى لامتى رح تضل تجي على هذا البيت؟ او خليني اسالك، لامتى رح تستمر بلعب دور الامير صاحب القلب الطيب يا ترى؟ طيب رح خبرك، لحتى ينتهي عمري وكل انفاسي. أكيد أرماك ما رح تضل مريضة لحتى ينتهي عمرك وأنفاسك، كون مطمئن. أنا رح ضل جنبها بصفتي جوزها. شو يلي عم تخبصه هلأ كمان؟ فرال، حياتي إهدى. بس أنتوا بطلتوا تكتبوا كتابكن. صح، بطلنا نكتب كتابنا هيك، قررنا نساوي حفلة خطبة وبعدين حفلة عرس. لا، عن جد؟ بتمنى لكم السعادة. شكراً لك. ألف مبروك كنان بيك، نتمنى لكم السعادة. شكراً لك هازال خانو. عن إذنكم أنا رح أخذ الأكل لأرماك. خدي أكل كنان بيك لتحت كمان. ماشي مثل ما بدك يا خانو. أمي ما رح تقولي شي؟ ولا عندك علم باللي عم يصير وما خبرتيني؟ ما كان عندي علم، بس أنا موافقة، مستعدة أعمل كل شيء لسعادة بنتي. صحتين وهنا، تصبحوا على خير. صحتين حبيبتي. حبيبي منطلع نحن؟ ايه منطلع. اختي سلمى خبريهم مشان يجهزوا لي سيارتي. صحتين وهنا. الشوربة كتير سخنة؟ يعني بس صدقيني هالشوربة كتير رح تفيدك. تفضل فورال بيك. أنا رح أعمل اتصال وبرجع فورا. بابا ليش أنت اللي جبتنا؟ أنا عم اشتغل شغلي. يلي بيشتغل بوردية المساء مرض ابنه، أنا استلمت مكانه. بابا أنت ما عم تروح على البيت بنوب؟ أمك قلعتني يا بنتي وما عم تفوتني على البيت، وأنا عم نام بالأبو هلأ، وحالتي كتير صعبة هلأ يا بنتي. ما قالت لك إبرو؟ حبيبتي يلا نمشي. العمى. صحتين وهنا. لا تروح، بودي الصينية وبرجع، لا تقلقي أنا هون. خليها، اتركها، لا تتركني. تعال عود هون.
تعال عود. ماشي، بس نحن رح ناكل هي. انت دائما كنت هيك؟ كيف؟ ما فهمت. يعني قلبك طيب وتتصرف بهي الحنية؟ يعني مو هيك بالضبط، لأنه بطفولتي كنت مشاغب وكتير حريك، بس بتعرفي مبين من عيونك أنه أنت كمان كنتي هيك. يلا افتحي تمك وكلي لشوف. هذا فيتامين أرماك. أحمد أخي لسه ما بتعرفي، رح أعرفك عليه. هو كان مشاغب مثلي وكمان كتير حرك وكان لاعب كرة قدم. كتير كنت حب غزل البنات لطفولتي، وهلأ لما شفتهم قدامي تذكرت. فورال ديمير أغلب عظمته بياكل غزل البنات مثل أولاد العاديين؟ لا تضحكني. ليش تفاجأتي؟ كنت كتير حب غزل البنات، مع أنه أمي كانت تمنعني أكل شي من البياعين المتجولين. في يوم اشتريت بمصروفي كتير من غزل البنات ونبهت سنان مشان ما يخبر أمي، بس كتير عصبت علي لما شافتني. وهي كيف عرفت؟ مو أنا أكلت كمية كبيرة وأتصار كل تمي وخدودي وإيدي غزل بنات. هي أول مرة بتضحكي هيك قدامي وبكل صدق على شيء أنا قلته. لأنه هي أول مرة بسمعك عم تقول شيء بصدق من جواتك. وأنا بوعدك ضل هيك دائما، لأنك لما تضحكي بملك الدنيا كلها. صحيح بدنا نروح على السينما؟ شو رأيك نروح مشان نلحق آخر عرض؟ فورال شو رأيك نروح على البيت؟ أنا تعبت وبردت شوي. ماشي حبيبتي مثل ما بدك. يلا لا تواخذيني، لازم رد على التليفون. سيد ترول بكفي هيك، لازم ترتاحي، مبين أنك تعبتي، نامي شوي. لا تروح، لا تواخذوني، ما بدي أقطعكم، بس أرمك إذا نمتي وارتحتي شوي بيكون أفضل. أي مزبوط. ما منقدر إنه نضل شوي سوا؟ أنا بدي نام وكنان جنبي، لو سمحتي رجاءً. ماشي. طيب لكان صار وقت النوم، لا تتعبي حالك، ديري بالك وتحركي على مهلك. ماشي يلا شوي شوي. تمام، برافو عليك، على مهلك. تمام. يلا غمضي عيونك، تصبحي على خير، نامي أنا هون، لا تاكلي هم.
لا تقلقي، مثل ما وعدتك عزال ما رح ألمسك، بس رح نام بنفس الغرفة ونفيق سوا. انت شو عم تساوي هون بهالوقت؟ شو إلك علاقة فيني؟ اهتمي بشغلك. استغفر الله، جابوك لهون لتكون بلوة على روسنا. استني شوي، لسه ما شفتي البلوة. خليل، اتصلوا من الشركة، روح لهنيك. وشو بدهن؟ ما بعرف، أكيد في شغل، لا تتلهى، يلا يلا اتحرك. مزبوط، أكيد في شغل. إيه هيك ها، رح أتوظف بالشركة. شوفي؟ والله ما بعرف، عم يلعب شي لعبة، منعرف عن قريب. طيب لنشوف. صبيلي كاسة مي. ماشي تكرم. ما رح أتركك لأي حدا يا كنان، بموت وما بتركك. شوفي يا ملك خانم، زوجك شو رح يعمل ومنشوف وقتها إذا رح تصري على الطلاق. شو عم يصير؟ مين انتو؟ انتو شو بدكم مني؟ اتركني ولا بعدوا عني؟ اتركوني. مين انتو؟ لك شو بدكم؟ انا نسيب على ديمير اوغلو، بخلص عليكم، بدمركم.
كنان؟ أنا بس كنت عم بشرب مي. رايح فوراً، لا تاكلي هم.